واحد من اخوياي جمع عليه سبعة. الرجال جالس في السيارة، والله الرجال جالس في السيارة وجمع طح طح القزازة، كان والله ما افتح الرجال يوم يعلق، والله لا يفتح، والله ما افتح، يقول مستقبل الموت، يقول والله ما افتح، يقول حطه في الرئيس. جانا ايش؟ صبر والله نصر، جانا ايش؟ رجال سالم الحمد لله. اجل تخيل انه فتح الباب هذه ما يبغى لها، كان ما جاكم رحتوا له فالهروب، ما يبغى لها تفكير فالهروب نص الشجاعة. لا 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 ما راح ليه ذا يا سلطان. خرجت من قاعة مرة يوم من الايام وجنب اشارة القاعة، عرف احمد جنب اشارة بالضبط. طيب. انا خارج ريوس واوقف عند الاشارة، ابى اروح يسار الناس تبى تروح يمين، ورايا مجموعة شباب اقسم بالله يمكن خمسة ستة، يدقدق بواري يدقدق بواري يدقدق بواري، ابى احط يسار، انا راجع يسار ابغى اروح يسار، خلاص الاشارة بتفتح وينزلوا ثلاثة. واللي شرى واقف عند عند الشراب، عند الشباك قال لك شراب. الرجال الحين الحمد لله الحين قام يشوف الحين. أول ترى أقول لك تب دي في القزاز جد جد مضاربة مضاربة. عشان ثبت لي في يسار وهي بيلف يمين بس. أيوه بس والله. إحنا كذا أهل جدة حريم. والله بس. عشان يبيلو يبيلو في تحت الباب وش بيسوي؟ نزلت الشباك قلت له تفضل حبيبي. أيوه الحين بيوقف. والله بدأ الأسلوب والله تفضل حبيبي إيش تبغى؟ اسلوب بارد يومين ما قام جدا. لا لا بارد اسلوب بارد الحمد لله ما قام يشوف بس قابل الصفاره. قال لي قال لي طبعا الفاظ الله الله المستعان الله المستعان. قلت له اتفضل حبيبي يا ابن ال يا ولد ال كريم الله يصلحه الله يصلحه الله يصلحه الله يهديك. قلت له اتفضل قتلت الهرجه اتفضل. قال لي قال لي قال لي لا يا لوف لوف والله يمين لا لوف وحبيبك طق اقطع الاشاره بلا احترام بلا بكل ادب ودي احترم نفسك عشان العين ترجع. ليه ليه مشاكل؟ ليه تمشكل معاه؟ سالفه واحده بس. ليه تطول؟ ليه الموضوع يطول انه امد يدي ويمدوا اياديهم وتوصل لمدري؟ لا لا خليك محترم ترجع بعينين ولا ترجع بعين واحده. استاذ 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 تفضل تفضل مشاركه عند استاذ ناصر سلطان. قسما بالله مره وانا على الدائري الشرقي والله على ما جاك وانا ماشي زي كذا وانا ماشي الغلط يعني الغلط مني صح. لفيت كذا سهيت يعني الجوال تعرفون سهيت احد المس الجوال نهائيا ويسر لهت وارجع الخط اسمع واحد يسب يسب يا لو يلف لف شفت وضعيه لي كذا وجهي سيده ولا لفتني اي احسن انا غلطان خلاص احترمه صح سيده كذا هو زاد انضغط اكثر اني ما رديت على المهم وانا سيده كذا ويجاكرك في الخط فهمت ذاك اللي والله ما الف يا شيخ والله صحيح والله ما الف وسيده كذا بالخط كنت محلق نفس الحلقه هذه يوم حك الصدام اوف حك الصدام يمين بالله يا الربع انك كذا اوف لا لا انا جنبه زي العلبه والله كبير اقول حك صدام تصدم والله العظيم لو اخذ صدامي معه لو سلم قراسه يود كبير تخيل شفت كذا انا جنبك اي انت لاحظ عادي اذا هو كبير لا لا انا اعطيته وضعيه والله حتى صغير حتى لو صغير مشاكل حلوه يا اخي ضارب معه كبير شوف بعلمك شيء طيب خليني اكمل سالفه سام ايش تدنا ما شاء ايش سام الحمد لله هو بس جالس اصابه ارتجاج في المخ لا بس صحيح بعض الشباب الله يهديهم بامانه في الطرق السريعه ولا الدائري ولا كذا تصير السرعه النظام 100 140 فهمت وانت مثبت على 140 تلقى جاي وراك ومحرق تكبيس وحاط الصدام بالصدام يا اخي ترى احنا ناس نفهم عطني كبسه إيه عطني كبسه واحده متى ما اتيحت لي الفرصه بفتح لك الخط ماني مضيق على الناس وماني مسرع فاهم انا النوعيه زي كذا خلاص انا السرعه النظاميه كم 140 يا عم الله لا يهينك تبي تصبر لين افتح لك الخط ولا تتجاوز من اليمين بعضهم يقول لك تتجاوز ويقعد يحدك شفت اللي يحدك هذا انا عاطله صوره فهمت علي وقدم في بلاغ كلنا انا متفاهم عبد الله بعلمك شيء انا استمتع اذا واحد وراي يطاطي إيه؟ اموت هذا جوي تقتل المتعه هذا جوي اللي اسمع طاطي يا تجي اللي الحين هذا وقت طيب لو صدم دفك بالعكس بالعكس شيء جميل يصلح لي السياره انا رجال ابي تصليح سياره ابي راتب شهر هنا راتب شهر هنا ابي المهم مره واحد كذا انا طالع عمري طيبه من البيت مروق ايه؟ توني متقهوي مع الوالده كلام سليم انا ماشي
السلام عليكم. لسه دوبنا بدينا. لا شك عندنا عرس. شكلها فيها فلوس حق شهرين. انا كنت بدك التحدي اما اروح معاهم بالعرس يسفه. المهم ولا شوف الا ذاك. احنا ما فتحت له، راح من هناك يمين، جاء من اول يمين يسقط على اليسار. احنا صرت ورا وهو صار قدام، فاز عليه كذا غلبك والله. والله ما يروح. والله ما يروح. والله معاي. والله يا. قاعد اطاطي وهو يطاطي وانا اصلا قلت هذا بس شغله. انا عندي شيء. فضيله. اي وهو يسحب ركاب. انت خارج رايح النادي شكلك. اي مروض. وهو يزدك مساعي يوقف بركات انا اوقف. ميب ميب. وراه. والرجال لما خففني ووقف. وقفنا في نص الشارع. هو وقف وانا وقفت وراه. المهم وينزل. ينزلون اثنين كذا. واحد من هنا واحد من هنا. دق راوس وامشي. لا. كفو. سلطان. هرب يهرب. لا يا ولا شجاعة ولا هم. كفو. خويكم. بطل شجاع. لا والله لا مو واضح من الوجه. رجع عنده كسر في الاضلوع بس لا والله نزلوا من السياره. جووني اثنين والغار جووني اثنين من نفس باب السايق يسحبون طبعا. انت شوف انت برزق اذا تبي تعرض وانزل نافذه كلها ولا نزلت. جووني متهجمين. ايش فيك خير؟ وانا طالع في كذا استغرب. هو يقول في نفسه ايش في ذا؟ هم يصرخون وانا شو ما قال شيء يبا كابتن. قال ايه اعطي لك وخر ما تسمع بدي اسطرك اسوي زيهم ما تسمع يعني اسطروك يعني التنفيذ ما تسمع صرم مسطره هذا بس يبي يسطر عراني طاطي وبعدين لا والله سطرك يا برسيقه طلع لا مسطره الحمد لله بس كسر في الضوء الترغوان شنو الترغوان ما يبحث عنه في اليوتيوب شهر في المستشفى الحمد لله شهر الحمد لله لا والله بعدين قول يا عم قول انا طاطينك الحين تمين يمكن دقيقه وهو يتكلم وانت ساكت وانا ساكت بس مناظرات كفو اي اوف بس عيون فجاه شفت الجمجمه حقت برزيق طلعت الحين من برا ما طلع الجسم مع القزازه طلعت مع القزازه كذا انت اللي حتنضرب انا اللي حنضرب لاني بيسوي لي كذا بيخلص ما انا مستغرب كل اللي سويته ده معلومته انه ضرب لك شفت استغرابك نفسه وتفكيره استغرب قال قريب ما نزل مجنون ده ولا اي مجنون يطلع الراس بس قلت ايش خير الواحد ما يعرف يمشي يعني وهو رايق طالع فيني يقول ايش فيك انت صاحي انت شارب شيء ولا شيء شارب عسل ولا خايس ولا شيء قلت يا اخوي اذا انت مستعجل عندك الخط اليمين يا اخي امسك الخط اليمين وامشي انت مسكت الخط اليمين كان مشيت ليش راجع لي بالريوس وموقفني يلا عندي اشغال عندك شيء اضرب خلصني ايه انت هاجمته قبل ما يهاجمك ما يهاجمني يعني عطى الون قدام يعطيك التوب مره طلعت له وجهي يلا تبي تبقس شيء ابقس خليني اروح مستعجل المهم بغيت معليش الا فيصل دقيقه يعني هو كان نفس جسمي كذا مهجتك يعني لو صار زي فرش بتسوي يا احتمال انزل واعطي السياره اقول له خذها معك الله يستر عليك اسلم المهم قال مجنون ده يقول له خوي ذا مو بصح ذا خبل والله العظيم ركبوا السياره ومشى بس دائما انت بتعطيه وضعيه الخبل اي لازم تسوي حق خبر والله لازم عشان تمشي امورك كفايه انت لو تشوف اللي نزل لي عشان تمشي امورك ايوه لازم الله اكبر عليك بدي بلدنج بغيت اصفق له
الله اكبر عليك. مجهود مشكور ها؟ مجهود العظيم. بس زين اني وين اثبات الوجود؟ وين الشجاعة؟ وين القوة؟ انا كنت مشغل راديو سكرته. بعرف ايش الفكرة. طيب سؤال سؤال. ابو رزاق شغلت المساحات يا تستهبل. ماني جايب، كنت ماني جايب والله. وكنت مشغل خير ايام الفتاة. طيب سؤال، وش الوقت اللي خلينا نقول الظهر مثلا؟ انطل منديل علي. الظهر طبعا طالع انت من دائرة حكومية ولا مراجع ولا مداوم ولا راجع من دوامك مثلا. الاخلاق دائما تكون تجاريه زي ما يقولوا. احنا نقول تجاريه. انا عكس الناس، انا الوحيد الظهر يصير مروق. تلقاي تلفان من الصباح في الدوائر راجع الظهر تقوم مروق شغل مكيف شغل الراديو. عكس الناس انت يا عبد الله. ناس ايش فيها؟ لا مروق يا حبيبي، ليش ازعل؟ ما تسوى الدنيا. مره طالع طال عمرك رايح على طريق جابر الظهر دائما زحمه، فبدخل الحاره فهمت؟ في الطريق زحمه وفي اثنين واقفين واشوف يدينهم. قلت هذول بس ما يمديني اوصل عندهم الحين الا متهاوشين يا اخي، احاول اني امشي بس ابغى الناس بلحق عليهم قبل ما يتمسكون تصير مشكله. الناس وقت الظهر الزعل كذا واحد ما يتحكم بتصرفاته، فقلت بوصل وهذول من بعيد هم واقف في حارتنا فهمت، وادخل مع الشارع كذا وافتح دريشه. السلام عليكم شباب. عليكم السلام كل الاثنين كذا. عليكم السلام كيف حالكم؟ الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا شباب. بسالكم وين النهضه؟ وين حي النهضه؟ احنا في حي النهضه. قال حي النهضه تطلع من شو؟ قال لا دقيقه انا اوصف لك حي اسرع من شو تطلع من هنا. اثنين قاموا يوصفون لي وخلصوا توصيف. قلت لا والله انا هذه حالتنا بس شفتكم يعني محتدم النقاش. تسلم حبيبي. بس محتدم النقاش بينكم. قلت اهديكم الوضع. الله يعطيك العافيه ما قصرت شكرا لكم. شو تفضلوا مع شباب. قال لا والله ماشيين. وما شو اللي قهرني وشو؟ اني مشيت ورجعوا يتهاوشون. والله العظيم والله ترجع صفقهم. ارجع اسال الحي ثاني. والله يا اخي قلت يا اخي ايش هذول؟ امتصيت الغضب منهم قاعدوا يضحكون بالنهايه. لا يعني شوي شوف هذا سياسه كويسه. ضع مشاكلنا جانبا. نتفاهم احنا مع الضيف ولا مع الشيف. نرجع نتهاوش. عادي. زيقه تصوير كمل. خبونا خلاص. والله على الطاري يا ابو عبد الله. لبيه. اذكر قصه قديمه. انه الشخص الموضوع الاول انه الشخص يهرب او الهياط مو بزي. نعم في غزوه بدر. نعم لما خرج الصحابه اميه بن خلف كنت عارف قصته ما راد يخرج لانه عارف ان بلال اللي كان عبد رضي الله عنه بيقتله. فجلس بجانب الكعبه. موقف ضحكني ترى. جلس بجانب الكعبه وعند حوله غلمان. فجاء ابو جهل يا اخي ولما تقرا شوف خبث هذا الادمي. جاء وقال للعبيد حقه يعني زي ما تقول ولعونا بخور جمر وجابوا عنده. كان يقول للغلمانو بخروا ابو علي وليد. قال تجمر كالنساء يا ابا علي. اوف يقول له شاري. قال شاري. اما والله قد انتهى يعني انك اصلا يعني اتوقع انه سحر يعني صايمين احنا والله انك ما انت بشجاع. والله ما اخذنا شيء ولا ظهر معناها البطل. سيبوا من الحاجات هذه. سيبوا لنا الحاجات. لا 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 سيبونا من الحاجات هذه. عينه بل انتفخ سار الجنازه ودري صراحه شيء من برا والله جدا يومين يومين انه عارف انه بيخرج بنت. فلما صار في نص المعركة فعلا رمى ما يمشي وقال من يأخذني أسير. انت الحلا أسير لك اللي تبي. فجاء عبد الرحمن عوف رضي عنه يبغى ياخذ أسير. والله لو في أحد بيشوف برا مرة كويس أسر الكفر إذا نجوته إن نجوت. والله يا ريت الله يكرمكم. والله ما قصر بس من بالله حاجة سندوتشات شيء أنا وأحمد. فهو خرج ياخذ الحبشي عشان اللي استفز وهاير فدفع ثمن غالي يعني. نعم في النهاية لا يعني بحكم لا يستفزك أحد. تدفع ثمن غالي. قد يكون احنا الشخص المخطئ ويستفزك وتثور وتسوي شيء تندم عليه طول عمرك او تروح حياتك زي ما حصل مع المادم ذا. برويه هي ترى على شخصيه الانسان نفسه. بعضهم هو اصلا حرق هو زعول على قول الشباب. واللي بارد هذا فنان. هذا يمشي في الامور كلها. انا مره حدوني ثلاثه والله مسرع. انا مسرع في واحده من الطرق بس اني مسرع. انا مستعجل صدق ولا ترى انا ما لا يمكن اني الز احد. اكره الحركات هذه حتى لو ما زحف لي اشوف لي اي مكان كذا وامشي. عيني على ادمي ذا. المهم اني من المصطلحات الز ايش يعني الز؟ اقرب منه يعني ولا حده ولا عرفت عشان ما زحف لي. فهديت عند مطبات. هدينا على جيت سياره من ورا ويكبس يكبس يكبس. زحفت له سلام ورحمه الله. زحفت له ولا اني طالع فيه والله يعني احسب انه يبغى يمشي. نزل قزاز وقف جنبي وطالع والله قلت مشبه ذا تلا حياك ايش عندك تلز ايش بك؟ اي والله اي أيوة والله انا ما والله والله ما لزيت احد. قلت يا اخوي والله ما لزيتك ولا شيء ويمكنك مشبه.
قال لا لازم ما شايف احد شيء وقف على جنب اصفر. هذا اللي لسه ايوه يقول وقف على جنب يقول وقف على جنب. قلت وقف على جنب. وقف طيب وقف. والله نخش كذا مدخل حي ونوقف وموظف السيارات. والمهم قام يتكلم زي ما تقول كلام قام يتكلم كلمات وكذا. قلت يا اخي اصبر اصبر صل على النبي. يعني انتم الحين تبون تضربوني ولا ايش؟ بس فهمني. قال لا لا لا. ايه قلت انتم ثلاثه يعني تنزلون تضربوني ما لها داعي. قال لا لا اذا انت رجال انا وانت بيني وبينك. يلا قم. يلا قلت طيب اصبر بالله. والله اطلع مع الطاقه كذا وطالع فيه. قلت اقول لك والله انك متعافي. والله ما بنزل لك ولا شيء. والله بتضربني. هو يتكلم اخويا اللي ورا قاموا يضحكون. هم ثلاثه الاثنين والله قاموا يضحكون. هو مسوي صامل ما يبغى يضحك وبيضحك خلاص. ايش سوى؟ اعطاه لاحد لا وراي عين وانت ويمشي يسحب عليه. لا حديه بالخط دباوي والله. لا لو اعطاك بوكس اي سبب ذا البرود كذا والله بين بينكم والله هذا قتل المتعة. لكن سواء زي ما قلت متعافي ولا متعافي والله ماني بفاضي لك انزل الضارب رجال تقرير الله. بس نفس قصه الشيخ سليمان الجبلان يذكرها انشهرت اللي الظاهر كان واقف في إشارة وجنبه واحد مشغل صوت الأغاني بصوت عالي. فنزل الشباك قال له وطي الصوت الله يسعدك. هذاك زعلان قال له ايش تبغى مطوع كذا أسبه وحاجة زي كذا. الشيخ سليمان الجبلان قال له اعطاه بوسه كذا رومانسي. هذاك انحرج قال له الشيخ سليمان الجبلان قال مشينا بالإشارة ونحن نبوس بعض. فحلو انك تجي لواحد باسلوب بس القهر ان احنا اذا جيت اعطيته بوسه نزل واعطاك خماس والله ليش تبوس؟ معناها المشكله المشكله عندك. لا المشكله هي عندي. بعد مرات حامش يا ابوي انا بطلع بمشي يجيك كذا عرفت. انا شوف شوف السياره فيني روقان فيها معنى فيلا الله هنيك. ابغى اعلمك شيء. مره من المرات كنا في الامارات وكنا مستاجرين سياره. احنا اذا جينا نروح الامارات نروح طياره ونستاجر سياره هناك. فكنت مستأجر سيارة. فكنت ساهي على الجوال. أنا أعترف أنا كنت سائق وكنت ساهي على الجوال. الاعتراف جميل. إيه. فا وأنا أمشي. بس لاحظ الشباب يعترفون برا السعودية عشان ما يجيهم مخالفات. إيه. صح. جميلة. إيوه عشان هنا ما تجي ما يجي حتى ترى هناك اسمع مخالفات هناك دبل. دبل هناك مخالفات. إيوه مرة. فا قعدت تمشي بالسيارة وأنا يعني. امشي 100 يمكن او 80 فجأة صار كمك امشي كذا وانا صاحي على الجوال. والله العظيم فجأة كذا ميل السيارة وانا على الجوال. والله ما ادري والله نسيت اني اصلا اسوق سيارة. اوه انت مرة والله العظيم عليك على بعضهم كذا اذا دخل جو مع الجوال. والله نسيت والله العظيم اني نسيت. هذه مشكلة. طيب والله ان الرجل معي هذا حي يرزق وشمع في شفت في رصيف كذا زي رفعه كذا عن الارض. رفعه كذا عن الارض تطلع فوق. صارت السياره كذا ونمشي. لا الحين نمشي رصيف هو زي الرصيف نمشي. والله يا شباب ان من الروقان اللي فيني اني قاعد اشوف الجوال وانا قاعد امشي كذا. خلاص احنا فيها. انا اقول في نفسي احنا فيها والله. وجالسين والرجال ذاك متمسك وانا يوم اني خلصت نزلت السياره ولبق انفقعت الكفرات اللي قدام طبعا كلها اللي من جهه ذي انفقعت. نزلت وقفت خوي يقول لي خوي احنا سوينا حادث انت معي ولا مو معي؟ قلت له انا معك. شلون انا راكب سياره ثانيه؟ انا معك انا اللي اسوق. اي هلا اسوق شيك. قال ايه قم 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 خلينا نشوف وين الرياكشن. ايش الرياكشن؟ انا يقول والله العظيم والله يقول شيل الخبر وبصاحين. نزلنا وشفنا الكفر. قلت يلا خلينا نعدل الكفر. ما جت الا الكفر ذي. عدلنا الكفر ورجعنا مشينا. من جد ابو رزيق انت كذا وضعك؟ والله العظيم اقسم بالله جوي البرود هذا. والله لا لا لا, لا بعض البرود يقتلك. هذا برود هذا برود غباء. الله يا لا مو بغباء لا غباء يقتلك. اسمه برود الروح تروح. خويك شلمبه ابو رزيق اللي معك. والله صح كلامه. ابو رزيق اخويك اللي معك شلمبه يموت من الغباء. لا هذا شيء يقتلك يعني صح. هذا حيوصله لمرحله انه لا سمح الله. ايه لا الواحد لحياتي شوف هو كله مقبول الا انك انت تقول بعد ما طلعت الرصيف تطالع في الجو. ما يصير هذا بلا مخ. واللي غلق محمد اننا قدامي هو اقول له بلا مخ ما كذا يعني من ورا بقول له صح من جد. شوف انا بعض مرات شوف انا بعض مرات اشتري الاشياء الصعبه هذه اخليها سهله بالنسبه لي انا. يمكن هي عند الناس صعبه
بالنسبه لي انا سهل. والعكس صحيح. ذكرتني بنوع من انواع الصابون اللي يقول برزيقة. والعكس صحيح. والعكس صحيح. شكله كذا اللي يبغى عندك برزيقة شكله كذا. الاشياء الصغيرة العادي. الاشياء الصغيرة هي كبيرة. ايوه. والاشياء الكبيرة تسوي كذا ابسطها. عكس العالم عكس الناس. لا مرة من المرات. مرة ذا الله يسلمك. جامنا الحسا. مرة من المرات. شوف بالله شوف البساطة اللي عنده. دباب وشو؟ دباب.